مباراة الذاكرة كابتن مجدي الكبيرة ده تحفيظ، طبعا طبعا، ببص على الفريق التاني ايوه صح ابتدي اشتغل على كل جزء في صح الملعب بكل جزء من اللعيبة اللي عندي، ان انا ابتدي احفظه هو هيعمل ايه وهيشتغل ازاي. اعتقد ده لا انت ده بتتكلم اتعمل، على زيزو مثلا. ده اتعمل. اه لا تحفيز طبعا، اه لا شوف انا تحفيز بقول لك طبعا. زيزو النهارده يمكن مجدي شاف الماتش بيدافع وبيهاجم، اه دي صحيح حقيقة ما بيهاجمش يعني الزمالك ملوش هجمات خطر خالص خلاص، لكن خالص. عارف يدافع عن حازم ورا حازم. هو بس في اول الشوط الثاني كان ممكن الزمالك يجيب جول، يعني عنده كان عنده صورة عنده هجمه خطر بتاع مصطفى فهمي. هو كان الزمالك في وقت من الاوقات كابتن محمد كابتن مجدي بيمسك الكوره وممكن كان يبقى قريب من منطقه ال بص 18 الشوط نقطه الاولاني، ويبتدي ينقل بص ويرجع بص تاني. بص الشوط يا تاني كابتن فاروق، في الشوط تاني انا بص يا بتكلم كابتن فاروق، الشوط الاولاني خناقه، اه احنا قاعدين بنتفرج على خناقه مفيش كوره خالص، وفاولات كتير وضرب بس وبتاع ده لمصلحه مين؟ الزمالك. الزمالك صح، خناقه والخناقه ماشيه في مصلحه الزمالك. توتر لعيبه انت الترجي واخد بالك؟ بالرغم انه دخل في جون في اول 6 دقائق، انما اتقلب خناقه وضرب وقصه وحكايه ومش عارف ايه انما فضلت الدنيا ماشيه. والنهارده ابو جبل، النهارده ابو جبل النهارده لازم ياخد مكافاه مضاعفه لانه الكرة جاب دي الكوره، بالذات الكوره اللي جابها من الجون دي كانت تخلص. صح، ده كانت تفرق، اتغير كل ابو حاجة. جبل النهارده مد ايده زي الاخطبوط، بسم الله ما شاء الله عليه. فرقت دي، فرقت ناحية الزمالك كمان. ابو جبل انا ما اعرفش ابو جبل ده مش كان في النادي الاهلي يا ابني؟ لا لا لا، كان في امبي يا كابتن، لا امبي والزمالك، اصلا متربي في النادي الاهلي مش ولا فاكر حقيقة. انا؟ لا يعني لا لا، ايه انا عايز بعد اذنك اسال، طب وين اسال المشكلة؟ بس اسلام وين عشان انا، المشكلة؟ لا انا ما اعرفش النادي الاهلي بيسيب اللعيبه ويروح يشتريها ليه. اه لا ما اعرفش، بعد اذنك اسال لنا بس عشان من ناشئين قصدك يعني يا كابتن؟ كان بيلعب ماشي، في ما اعرفش الصراحة. ابو جبل لما راح المنتخب الناشئين مع الكابتن فكري صالح، هو كان بيلعب فين ساعتها؟ عايز افهم بس، عايز هو راح بقى الزمالك بقى لا كابتن معلش وجابوهم لا النهارده، معلش بس السؤال ده معلش. فبيبقى الاعداد والنبي يا جماعه والنبي يعرفوا. اسلام كان يجيب في لنا ناشئين امبي كابتن، ناشئين امبي، ابو جبل على طول في اه ناشئين كان امبي. ناشئين امبي. اه انا يبقى بقول عارف لك امبي الزمالك هو وده اداه سموح عشان يلعب، مين؟ الزمالك وده سموح عشان يلعب، اه يعني حاسس تعاروا انت، اللي سموح حاسس انت مجدي كويس بس ما بيلعبش، روح العب في حته تاني وبعدين تعالى. هو بيني وبينك كان جنش فرق كتير، راكب، كان بيع اه طبعا، جنش طبعا كان 10 طبعا، على كان 10. بيع يا كابتن مش قاره على فكره. لا كان بيع، اه بيع كان بيع بيع، بيع بيع اه تاني. بس هو من وهو في ام بي كان لا الدهايل، هو كان من هايل. وهو في الناشئين منتخب الناشئين كان هايل. اسال عليك كابتن فكري صالح، لو عملت مكالمه بقى مع كابتن فكري صالح يقول لك على ابو جبل، لان هو اتكلم عليه. انا فاكر في 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 في, في مره كده لقاء تلفزيوني اتكلم عليه كابتن فكري صالح كويس قوي على ابو جبل كانت ثلاث حراس مرمى، عامر تقريبا وعلي لطفي تقريبا في كانوا المنتخب في 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 امبي. ام بي، اه ومعاهم ومعاهم هو ابو جبل ابو جبل ماشي. لا هي هي